العثور على أنفاق التنظيمات الإرهابية في ريف السويداء. قبل قوات الدفاع الوطني والجيش العربي السوري أنفاق تنظيم داعش الإرهابي وهذا فهو تحت الأرض حصل عليها رجال الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني. محفور بدقة من قبل التنظيمات الإرهابية لحماية أنفسهم. الجيش العربي السوري نشاهد هناك عدة خنادق تابعة نقاط حفر بدقة تحت الأرض تتابع وحدات الدفاع الوطني التمشيط لهذا النفق ونشاهد هذا خندق آخر عثر عليه أجزاء الدفاع الوطني تمشيط لنفقه. نصل الآن